اقتصادي آخر. وجه نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية برايان ميرر انتقادات لذعالي التدابير المتخذة من قبل الحكومة لضبط التجارة الخارجية. المسؤول الأمريكي وصف تحرك الحكومة الجزائرية في اتجاه تقليص الواردات بنهج اقتصادي متشدد، معتبرا تصنيف الجزائر ضمن مؤشر دوينج بيزنس بالمبرر وغير المجحف في حق الجزائر. التغطية لسمية غانم. انتقادات لاذعة توجهها واشنطن لتدابير التجارة الخارجية، وتصف إجراءات تقييد معاملات الاستيراد بالسياسة المشددة والغير مجدية. الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان نائب رئيس الغرفة التجارية تعتبر رجوع الجزائر لتطبيق قائمة للممنوعات من الاستيراد كباح للشراكة وانغلاق على الأسواق الخارجية. بخصوص قائمة الممنوعات من الاستيراد، نحن كغرفة التجارة الأمريكية لا ندعم هذه السياسات المتشددة لأنها تعيق استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي تكبح الإبداع ودخول التكنولوجيا الحديثة للسوق، وبالتالي فنحن لا نرى أي جدوى منها. الانتقادات الأمريكية امتدت لتمس مناخ الأعمال بالبلاد، ليؤكد المسؤول الأمريكي أن الإصلاحات الاقتصادية التي بشرتها الجزائر تبقى غير كافية، ليعتبر أن التصنيف السنوي للجزائر في الدوينج بيزنس مبرر وغير مجحف. من خلال الاجتماعات التي قمنا بها مع المسؤولين الجزائريين، لمسنا اعترافا من طرفهم بضرورة الانفتاح أكثر على السوق الخارجية، وهو السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد الجزائري ورفع مستوى الصناعة المحلية. المستثمرون الأمريكيون يأخذون بعين الاعتبار الكثير من المعطيات مثل الإطار التنظيمي وتدفق رؤوس الأموال والبنية التحتية، وهو ما يتم احتسابه في تقييم الدوينج بيزنس. القاعدة المؤطرة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر 49-51 تلقى هي بدورها حصتها من انتقادات واشنطن، أين اعتبرتها عائق أساسي أمام تدفق الاستثمارات الأمريكية للسوق الوطنية. القاعدة 49-51 هي أهم العقبات أمام دخول الاستثمارات الأمريكية للجزائر. نحن نتفهم سياسة الحكومة، لكن الشراكة تستدعي القيام بالعديد من الإصلاحات الإضافية. إن كانت بروكسل قد انتهجت أسلوب راقي في انتقاد ضوابط التجارة الخارجية، فإن واشنطن قد تجردت من كل الأعراف الدبلوماسية وكسرت كل الحواجز البروتوكولية لتنتقد سياسة هي في نظر العام والخاص جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. والمفارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد سياسة هي كانت السباقة لتبنيها وتطبيقها.